كنت كنوب على الوالد الله يرحمه، من بعد ما كان هو كبير في السن، فانا اللي كنت كنتحمل المصاريف ديال خوتي، انا اللي حتى انا اللي ختنتهم حتى كبروا حتى تزوج صغار فيهم، من بعد عاد تزوجت. ومنين جا الاحصاء فاني كنت مع اولادي هنا في هذا البيت، ومن بعد ما وقعوا خلافات ما بين الوالده وما بين مراتي فما تحملت فمشات لدارهم، فانا كنمشي لدارهم ما كنمشي نشوف وليداتي وكنرجع كنشوفهم وكنرجع. فلاكارت ديالي كانت من بعد ما دازوا، فكانت البطاقه الوطنيه صالحه. من بعد ما دازوا فوفات لي، ما بغاوش يعطوني لا شهادة السكنة على أنني فين نسكن، حرموني من بزاف ديال الحقوق اللي كانت منحها لي الدولة، على أنني كيف ما كتشوف فأني صانع تقليدي ديالي، فكنجي كنريح كيف ما كتشوف، فكنقدر نصيد كيف حال هذا الشيء، كنعمر به الوقت ديالي. الا كانت في الشانطي كنخرج، الا ما كاينش ما يدار فكنجي كنعس هنا. اليوم ما عيطوش ليا، فحرموني من حقي في الاستفاده من السكن. انا كنهضر على راسي لانني انا اللي ساكن، حيت كاينين بعض الناس اللي هما ما ساكنينش فهم استافدوا. الناس ما ساكناش، هي ما ساكناش واستافدت، شدات ومشات خلصات وغادا تنقل، رغم انهم هما راه ساكنين ومرتاحين. 40 سنة وعلمت أربعة ديال الأجيال في النجارة في تمارة، فأني معروف في تمارة. مزوج عندي جوج بنيات، فالناس ما ساكناش واستفدت، وأنا كنطلب من أصحاب السلطة على أن ياخذوا لي بحقي، لأن أنا ماشي كنطالب بحق غيري، فأنا حقي ومشروع، فبغيت حتى أنا نستافد كيف حالي كيف حال خوتي المغاربة. فغير يبوا البركه فهم حكموا عليا على انني باش نكون متشرد، فانا ما عنديش فين غنمشي. يعني غنبات في الزنقه انا، راه واخا غير يبوها ليا فغادي نبقى نبات هنا، لان انا هاد الارض هاد التراب هذا اللي هنايا فانا راه توالفت معاه شحال هادي. انا كنطلب يشوف لي حقي، لانني انا صاحب حق، اني تشردت لا انا لا ولادي، انا وليت كنبات في هنا فمحروم، فانا كنطيب راسي كندير راسي، فولادي فقنت وانا فقنت، وفي الاخير كنلقى راسي من بعد ما خدمت هادي 40 عام وهاني خدام كصناعي، فانا غنلقى راسي معرض باش نولي متشرد. هادشي اللي غادي نقول، الا كنت صاحب حق فيعطوني حقي كمغربي كمواطن، اللي شاهد فيها المقدم، عندي شهاده البوليس، عندي شهاده الخطوبه، عندي تزوجت هنا، درت الكاغط هنا، عندي شهاده ديال 12، شهاده عدليه ديال 12 لواحد على انك تثبت على انني ساكن هنا. ومن 40 عام انا منين يجيو فانا نخرج للطريق، اي واحد نوقفو، اول واحد يقول لي انت ما كنعرفكش، شهاده الجيران والشهاده ديال تماره كلها. انا راه كنسكن هنا قبل ما يدشن شارع محمد الخامس.